مساء الخير من جديد. مطبخ رؤية مع نبيل مستمر معكم، والآن طبقنا راح يكون طبق الحلو ليالي لبنان. خلينا نشوف المقادير الأول وبعدين مباشرة نبدأ في عملية التحضير والتجهيز. ليالي لبنان كوب سميد خشن، 5 أكواب من الحليب السائل، ربع كوب من السكر، وملعقة صغيرة من الفانيلا، نصف كوب من العسل، وبدنا كوب مش عارف ايش الكلمة هاي جاب الغلط، نصف كوب من جوز الهند، ونصف كوب من الفستق الحلبي. انا صريح سمير انا صريح، هاي بالطباعة غلط جاي عندي، ما بعرف شو طلعت هاي. نص كوب قطعي مش عارف يا سمير موجودة، مش مهم. انا زلمة بعترف على طول. اوكي، الان ليالي لبنان من الحلويات المحببة والطيبة والمنعشة في نفس الوقت. الفكرة من تجهيزها هو السميد والحليب، السمولينا والملك. عملية إعدادهم هو مقدار 100%. وقبل كم يوم إجانا اتصال من ست إنه أنا لما أسوي على المقدار 5 أكواب حليب وكوب من السميد الخشن بيطلع عندي خفيف أو مش متماسك. أنا راح أعملكم الوصفة الآن أمامكم على الهواء مباشرة. في عندي الآن هون 5 أكواب من الحليب. لما أحكي أنا 5 أكواب من الحليب يعني الكوب اللي بستعمله للحليب، هي عندي كوب أنا مج راح استعمله للسميد. فكل الوصفة لما نحكي مثلا كوب سميد، كوب سكر، ربع كوب سكر بنفس الكوب. وبالتالي لازم شوفوا الحلويات بدها طولة بال، بدها تكون طويلة بال حتى تأخذ المقادير بالجرام. أنا على فكرة يعني بعتب على بعض الشفية بقول لك 125 جرام سكر، ومين عنده ميزان بالبيت يجي 125 جرام؟ قول له كوب ربع، نص كوب، كوبين، ثلثين كوب، متريح الناس. فهون كله كل رمضان كانت بالكب، بالكوب، بالمج، وبالتالي كثير مريح الموضوع. هون عندي 5 أكواب من الحليب، حليب المراعي. بس يبلش يغلو بجيب كوب سميد، هيو كوب سميد. بس في عندي غليان، أضفت 5 أكواب من حليب المراعي، وأضفت كمان ربع كوب من السكر الناعم أو السكر العادي داخل الحليب. لما يصير في عندي غليان مباشرة بضيف السمولينا أو السميد، وبحرك لمدة تقريبا من 40 إلى 60 ثانية. بجمد عندي، بصبه هو سائل وبتركه شوي بجمد، اللي هي حلاوة السميد. هذه اسمها حلاوة السميد. يلا سمير، سمير تعال تعال معي سمير جوا جوا، خلينا نشوف. اوكي، هي اضفنا السميد. اول شيء حيكون ليكويد خفيف، شايفين طلع فيش خف منه، طلعوا شوي بشد، لما بلش شد معانا، ايوه هسه بشد معانا مباشره وبتحول لحلاوه السميد اللي كنا زمان احنا بالفداس بالعطله الصيفيه يا سمير نبيع حلاوه، بتتذكر يا سمير كنا نبيع حلاوه بقرش وقرش نص وتعريفي سق الله ذيك الايام يا سمير. قصة حلوة يا سمير الآن، بس مش راح يا سمير على الهواء. أوكي، شوفوا كيف شدت عندي، شوفوا كيف مباشرة بأخذها وين بروح فيها بصبها بالصينية. يلا سمير 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 سمير، يا سلام يا سلام يا سمير، هشوت محلاه. أوكي روعة، شايفين كيف مروحة؟ هذه هي هذه هي. بعد ما تبرد دقائق بتكون بهالشكل، شوفوا كيف هيها مباشرة ما في مشكلة. اوكي، لا شو بنسوي بليال لبنان؟ بنجيب القشطة بس تبرد، بنضيف القشطة اللي عليها، بنسلم على عبد الله خليفة استاذنا، طبعا هو شاف بشوف الحلقة بالبيت فحاب يكون مداوم، فهارد لك يا عبد الله. شو نعمل؟ ندهنها اوكي بهالشكل. يا سلام ما شاء الله ما شاء الله. بنجيب ايش؟ بنجيب جوز الهند، شايفين كيف؟ وبعدين شو بنجيب؟ بنجيب الفستق الحلبي وبنعملنا رشه، واخر شيء بنقدمها مع العسل او مع القطر الكثيف. خلونا نروح على الطاولة الثانية، أنا محضر لكم طاولة إشي مختلف، عامل لكم إياها قطع مربعات.
خلينا نروح على الليغات من شان سمير، حكيت انا وياه من شان نعملنا هيك حركه حلوه ونيجي لهون ونجيب ماء الورد. طبعا انا نسيت اضيف عليها الفانيلا، اضيفوا الفانيلا شوي صغيره ما في مشكله. هون عندي زي ما انتم شايفين راح اضيف مربى الورد، اوكي مشان الرؤيه تكون واضحه الفيجن، بنجيب مربى الورد اوكي. هون هي فكره على التقديم، هذه فكره كيف ممكن نقدم للبنان في حال كنا عازمين حدا عندنا على البيت، هيك يعني نتفنن هيك ونفرجيه هيك يعني نستعرض. اوكي خلونا نكمل. شوف انا حطيت القشطه بشكل بسيط على حلاوه السميد او السامولينا، وبعدين اضفت اللي هو مربى الورد عليها. شفتوا ما ابسطها الشغله، كثير بسيطه ومقادير. الان شو بدنا نسوي؟ رايحين نضيف العسل. جاهز؟ جاهز سمير؟ جاهز؟ يلا يا سمير. هاي العسل عليها خيط العسل هيك اشي ولا اروع. المخرجين الله يسترني منهم اليوم، الله يسترني منهم المصورين، ابحكولي استنى على الترويحة، الله يسترني، ذكرني بالمدرسة. خاصة الدهامشة بيقول لي عم بتحلف لي على الطريق، بيقول لي يا ويلك بس تروح. شايفين العسل؟ هاي العسل، او ممكن نستعمل القطر الكثيف على ليالي لبنان ولا اروع منه. شوفوا كيف هي مشان سمير انه حب الشوت. اوكي شوفوا كيف العسل، هاي صار عندي احلى ليالي لبنان وجاهز التقديم مع مربى الورد والفستق الحلبي وجوز الهند. 5 أكواب حليب، ربع كوب من السكر، بغليهم مع بعض وبضيف عليهم كوب من السميد الخشن على السريع، بحركه لما شوي يجبد معي، هو سخن بصبه بالصينيه. اروح اجيب الصينيه. سمير بدي اجيب الصينيه من هون، بس تحملوني. شوفوا هاي الصينيه اللي عملناها الان، طلعوا هسه عملناها قبل شوي صح، هيها شوفوا كيف بدت عندي، بدت تشد، ملاحظين بدت تشد معي على السريع، بدت تشد معي. اعطوها بس شوي صغير فتره بتشد اكثر. نفس الفكره، 5 أكواب حليب، ربع كوب من السكر الناعم او الخشن، وكوب من السميد. بس عندي الحليب مباشره بضيف السميد مع التحريك المستمر، بشد معي شويه بصبه بالصينيه ليبرد، بدهنه بطبعا الكريمه او القشطه وجوز الهند، فستق حلبي، واكيد اخر شيء راح اضيف عليه العسل وبعدين اقدمه. خلينا نرفع. وينك يا اسل؟ وينك عني اليوم؟ ما شفتك. شو هاد عم بتفرج من بعيد يعني؟ طيب يلا ها، ايش المشهيات بعدين العسل؟ ايش شفرك وفتت حمص؟ فكرتك تنادي علي عسل. ما عسل. يا سلام، يعني شكله لحاله بيفتح النفس كثير. شو ضل عندنا كمان؟ انا بغسل اول شيء، بغسل ايدي. ايوه وبعدين بنحكي نتفاهم. يعطيك العافيه، يعطيك العافيه جد، يعني الروائح لحالها بتحكي من دون ما اطلع. طيب في عندنا هلا احنا اتصال، خلينا ناخذه. ام باسم مساء الخير. مساء النور، اهلين، كيفك يا ست اسال؟ كيف حالك؟ تمام الله يخليكي، كل عام انت بخير ان شاء الله. وانت بالف خير، رمضان كريم عليك وعلى العائله جميعا ان شاء الله يا ربي. حبيبتي ممكن نحكي مع الشيف نضال لو سمحتي؟ تفضلي. مساء الخير مدام ام باسم، نهارك سعيد ان شاء الله. كيفك يا شيف نضال؟ الحمد لله، تحياتي لك، كيف صحتك؟ بخير يا ربي. تفضلي. انا بدي اسالك، القشطه انت عملت القشطه ما شاء الله عنها بتجنن زي ما نعم. بنعملها احنا، بس العسل اللي حطيته العسل حقيقي ولا انت عامله؟ لا والله عسل حقيقي. هسه ممكن طيب تسوي في شيء على العسل، بالقشطه بالعسل بكونوا عاملين هم عسل للقشطه خصوصي. هذيك سكر، كوبين من السكر عليها. كوبين من السكر، كوب من المي، عصره ليمون صغيره بس تغلي، بضيف عليها اللون الاحمر، بصير اللي هو القطر تبع القشطه بالعسل. انا فاهم عليك شو بدك. اوكي تحياتي ام باسم. ايوه اسل، شو اخبارك انت؟ والله يعني شو اسمه، بدي اخذهم واطلع انا. وعلى فكره طولي بالك.
على فكرة يعني زي ما بنعرف عشان يضل الأكل معانا حتى رمض يعني حتى رمضان بطلنا نجمع حتى يضل معانا حتى الإفطار حتى يضل معانا للإفطار إحنا ضروري نلف. أمور كويسة أمور كويسة بس ما معنا اتصال. معانا اتصال أكيد بس إنه إحنا فصل أوكي فصل الاتصال. طيب هلا إحنا أكيد زي ما بنعرف بدنا نلفه للأكل مزبوط عشان يضل معانا حتى الإفطار. انا صراحه قلت لك المديلم على بيت سمير هوم ديليفري اه شو بقول لي يا ريت بقول لي يا ريت متوصف فيك كثير اليوم صح. طيب تكرم. احنا يعني تكرم. لازم تعرف لازم نغير المنظر وهيك زي ما بنعرف احنا عشان الاكل نحفظه اكثر وحتى يعني يضل فتره اطول سواء بالثلاجه او باي مكان ثاني احنا ضروري نلفه بمنتجات ارزي بالفويل اللي هو خلينا نحكي القصدير اللي بنلف فيه الاكل. طبعا بيكون بعده سمكات وهو الاكثر انتشار في الاردن بنلاحظ كل ستات البيوت بتحتاجه وبتست نستخدمه عشان يعني نحفظ الأطباق وتضل لفترة أطول. برضو في عنا أرزي راب اللي هو رول النايلون برضو بنلف فيه المأكولات وطبعا سماكته بتكون مناسبة للصحون وما بتغبش تلزيقه بيكون قوي وكتير مناسب برضو حتى نحفظ المأكولات أكتر وطبعا بنلف فيه الصحون بشكل عام إن كان في الثلاجة أو إذا كان يعني برا الثلاجة بضل الأكل زي ما حكينا اليوم انا وياك رح نلفهم اشف 100% رح نلف هاي المأكولات حتى تضل معانا للافطار اليوم. دمكم كمان صينيه لاخوي سمير هاي حرام سمير لو تيجي تعرف قد ايه متوصف فيك الشف اليوم عن جد بنوجه لك تحيه لمخرجنا سمير تفرج شوف ما احلى تعي سمير يا سلام يلا يا سمير يلا يا سمير قلنا حرام هاي هسه للشباب مصورين والشباب بعد على الفطور ان شاء الله. يا سلام احلى ليالي لبنان. اوه تحيه للبنان الله يعينهم للمشاهدين اللي عم بيشوفوا هالشوفات هاي صار صليت هريسه بطلت يا زلمه لبنان هاي سمير شايفين واحنا من هذا المنظر شو رح نعمل على الفطور رح وين على الفطور رح نطلع فاصل كمان مره خليكم معنا.